ضمن جهودها التطويريه دشن شركه الخطوط الجويه الكويتيه قاعه بيان والخاصه بركاب الدرجتين الاولى ورجال الاعمال وذلك في مبنى الركاب تي فور الشركه قالت ان افتتاح القاعه ياتي استكمالا لقاعه الامباركيه والمخصصه لدرجتين الاولى ورجال الاعمال بالدور الارضي وضمن المخطط المقرر لمبنى الركاب الجديد مشيره الى انها وبالتنسيق مع مؤسسه انشن العالميه ستحققان اهداف الطيران المدني ليكون مبنى فور نموذجا للاداره الحديثه للمطارات